ما هي الباقيات الصالحات؟ خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات أكثر من أن تحصر. من الباقيات الصالحات ذكر الله، حمد الله، شكر الله، تكبير الله، الإكثار من العبادات العملية والقولية والعقدية كذلك، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل عمل من الأعمال الصالحة يعتبر من الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات هذه هي الباقيات التي تنفع المرأة في حياته الدنيا وفي الآخرة. ممكن أن يقول قائل: وما هي غير الباقيات التي بذل في سبيل تحصيلها الشيء الكثير، وبقي التوصية والتوجيه والترغيب في عدم نسيان الباقيات الصالحات. فعلى كل حال، فالإنسان حينما يعمل في حياته على سبيل الكسب، على سبيل أي نوع من الحياة مع إخوانه، فعلى كل حال هذا نوع، لكنه حينما يتعامل مع ربه في العناية بالباقيات الصالحات، فهذه هي التي في الواقع تنفعه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والواقع أن الأمر مثل ما قلت في أول الأمر، الباقيات الصالحات أكثر من أن تحصر، ولكن ما ذكرناه ما هو في الواقع إلا مثال على نوعية هذه الأعمال الصالحة الموصوفة بأنها الباقيات الصالحات.